صباح الخير على حضراتكم في كل مكان من شرم الشيخ ومؤتمر المناخ في نسخته 27. الكل هنا يتحدث عن يعني حماية البيئة وكيفية حماية البيئة، نقاشات وأحاديث في كل الجلسات، مسألة البيئة التشريعية والقانونية لتنفيذ هذه التعهدات التي طالبت بها الدول المتضررة من تغيير المناخ. خلينا نتكلم مع حضراتكم بشيء من التفصيل عن هذه البيئة التشريعية والمؤسسية لتحقيق اتفاقات تغير المناخ مع دكتور نورهان موسى الباحث في المركز القومي للملكية الفكرية وأستاذ القانون الدولي. صباح الخير على حضرتك يا دكتور. صباح الخير. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير. كيف تبدو البيئة التشريعية لتنفيذ يعني القوانين الخاصة بإلزام الدول الصناعية المتسببة بشكل كبير في التغيرات المناخية إنها ترفع هذه الأضرار وتدعم الدول المتضررة من التغيرات المناخية؟ طبعا أنا بشكركم على أن احنا بنتكلم في هذا الأمر، لأن دائما أبدا لما نتكلم عن قضايا المناخ دائما بناخد الجانب التقني أكتر منه، وده احنا اتكلمنا فيه في جلسات كتيرة جدا. إنما الإطار التشريعي هو هيكون الترجمة للتوصيات واللي احنا هنخرج بيه النهاردة سواء في قمة 27 أو في القمم اللي قبل كده. خليني أفرق مع حضرتك عن نقطتين. عندنا البيئة التشريعية الوطنية، يعني كل دولة من الدول لابد أن يكون لديها أطر تشريعية وقوانين بتنظم هذه المسائل. وعندنا الإطار الدولي أو وفق للقانون الدولي. طيب إحنا النهاردة عندنا إيه أو إيه اللي في إيدينا؟ اللي في إيدينا إن إحنا عندنا نوعين من الاتفاقيات. عندنا اتفاقيات واضحة جدا زي اتفاقية الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة المتعلقة بقضايا المناخ، وعندنا بروتوكول كيوتو مثلا، وعندنا قمة باريس أو اتفاقية باريس. طيب النقطة الأهم ان احنا عندنا نوع اخر من الاتفاقيات متعلق بقضايا المناخ والحماية، ولكن بيكون متخصص في مثلا على سبيل المثال الغلاف الجوي. هنتكلم عن الاضرار اللي ممكن يعني تتسبب فيها هذه القضايا او هذه الممارسات في البيئة البحرية. فاحنا عندنا هذه النوعين دول. النوع الاولاني احنا بنتكلم فيه هو الاطار العام او الصكوك الدوليه زي القمه النهارده اللي احنا بنتكلم فيها الاتفاقيه الاتاريه، ودي فيها بعض الالتزامات لابد على جميع الدول سواء كانت دول كبرى او ناميه انه بمجرد الانضمام اليها ان احنا لازم يكون في التزام بما جاء. عظيم. دكتور احنا بقالنا فترة 20 او 30 سنة بدأنا نسمع عن حاجة اسمها التشريعات المناخية، يعني تشريعات خاصة بالمناخ، لكن اعتقد ان المفهوم بقى اشمل واوسع دلوقتي، لانه التشريعات المناخية ممكن تختص فقط بتقليل انبعاثات الكربون، لكن بما ان القضية مرتبطة بالعديد من القضايا ولها الكثير من الابعاد، فلابد ان يكون هناك تشريعات في مجال الصحة، تشريعات في مجال الامن الغذائي، تشريعات في مجال حماية يعني التعامل مع الكوارث، تشريعات في مجالات عديدة. فهل في القانون الدولي نظرة لكل هذه الأمور لأنها مرتبطة ببعض؟ أنا بشكرك جدا على السؤال ده، لأنه دايما بيبقى فيه لغط في النقطة دي. النقطة الأولانية في القانون الدولي، أنا عندي الاتفاقيات ولابد أن تكون الاتفاقيات فيها عمومية وشمولية أكتر، ولأن عندنا نوع آخر من الاتفاقيات بيكون مركب ركز على نقطة معينة زي ما بنجي نقول التلوث البحري مثلا المتعلق مثلا بالنفط اللي مثلا السفن وهي معدية مثلا في البحر، فدي متخصصة في هذه المسائل وبتكون فنيتها في هذه المسائل. لكن لما اجي اتكلم عن اتفاقية إتارية زي الاتفاقية الأمم المتحدة فبيكون فيها شمولية زي ما حضرتك قلت. لكن التشريع المناخي أو الأطر التشريعية الوطنية عندنا مثلا على سبيل المثال الدولة المصرية لديها قانون من سنة 94 اللي هو قانون البيئة 4 لسنة 94. فبالتالي بيكون في قضايا عديدة ومتعلقة بهذا الأمر، لكن من الأفضل إن أنا يبقى عندي إطار عام، ويكون بعد كده لما بتكون في مسألة أكثر تحديدا بطلع بيها باتفاقية سواء بتكون اتفاقية جماعية أو ثنائية خاصة بهذا الأمر. كيف يتم تنفيذ هذه الاتفاقات الدولية من بعد انتهاء المؤتمر؟ لو احنا بنتكلم على ما تم في باريس فإلى الآن احنا بنشوف انه لسه لم يتم تنفيذ التعهدات اللي حصلت في باريس. القانون الدولي هنا دوره ايه في تنفيذ هذه الاتفاقات وايضا ما يخرج من كوب 27 هنا في شرم الشيخ؟ فيري تريكي. ليه بقى؟ لانه القانون الدولي وهو بيتعامل مع الدول فهو في الاول وفي الاخر بيحافظ على فكرة السيادة. انا النهاردة لما بيجي اقول انا عندي قانون وطني بيطبق على كل المواطنين المصريين،
بشكل عام ومجرد، لكن لما أتحدث عن المجتمع الدولي خاصة أنه مسألة المناخ مسألة تعددية، يعني فيها أكثر من طرف. النهاردة المجتمع الدولي لا يقتصر على الدول، وإنما أنا عندي مجتمع مدني، عندي منظمات دولية، عندي يعني أطراف متعددة هي متعلقة بشكل مباشر وغير مباشر في هذه المسائل، مش بس في المناخ، في كل المسائل اللي فيها يا إما بنسميها common global أو بنقول عليها مسألة بتهدد بشكل عام أو مؤثرة على العالم ككل. فبالتالي أنا لما أجي أقول هل تستطيع منظمة الأمم المتحدة إجبار الدول على الدخول في هذه الاتفاقيات؟ لا تستطيع، إنما بمجرد دخول هذه الدول للاتفاقيات فبتكون ملتزمة بالتنفيذ الموجود. ليه بقول لحضرتك إن هو very tricky؟ هي عبارة عن الصياغة. يعني احنا النهاردة هنلاقي انه شعار هذا المؤتمر وكان تحدث السيد الرئيس عن هذا الامر قبل في التحضيرات اللي قبل هذا المؤتمر في التنفيذ، مش كان بنقول together for implementation. فاحنا النهاردة بنتكلم عن اليات التنفيذ، وعشان اقدر اعمل اليات تنفيذ انا مش محتاج اطار قانوني بس، انا محتاج اطر واضحة وخطط وحوكمة رشيدة لهذا الأمر. فبالتالي إحنا النهاردة بنتمنى أن نخرج بصياغة مختلفة عن ما خرجت عليه جالسكو في قمة 26، يكون فيها نوع من الإلزامية خاصة للدول الكبرى. طيب هل في مواد في القانون الدولي لفض النزاعات البيئية؟ أكيد. إحنا عندنا آليات، إحنا بنقول دايماً إيه؟ إن أنا عندي سكوك دولية وهي بتكون الأطر التشريعية على المستوى الدولي، وعندنا آليات. إنما أرجع برضو وأكد لحضرتك إنه أنا مش هقدر أعمل ده أو أشوف الناتج اللي أنا وحضرتك نتمناه وخاصة الدول النامية ومنطقة أفريقيا إلا إذا كان هناك صياغة فيها إلزامية ووضع نوع من السانكشنز أو العقوبات، وده للأسف تهربت منه العديد من الدول بشكل ذكي جدا في الصياغة. فعشان كده احنا عندنا كورنر كده في فكرة الإجبار. في بعض الدول كمان يا دكتور بتتهرب في مسألة التمويل، قد تكون صحيح. اتفاقيات مثلا سابقة فتعهدت بتمويل الدول النامية، فالأموال دي هتروح لبند معين، تدعي الآن بأن هذه الأموال هي مخصصة لمواجهة التغيرات المناخية. صحيح، ما هو ده بقى جاي، عشان كده بقول لحضرتك ايه الإلزامية. هنلاقي ده واضح جدا في بعض المسائل، زي مثلا ما بيجي اتكلم عن العلاقات البحرية، هتلاقي الاتفاقيات الدولية في هذا المجال أكثر إلزامية لأن المصالح كلها متوحدة هنا وكله لديه مصالح، لأن ما فيش النهاردة دولة بتبعد عن وإلا هتبقي منعزلة لو ما فيش نوع من التجارة الدولية، فأنت مضطر أن أنت تتبع هذه المسائل فبتخدم مصالحها بطريقة أو بأخرى. بالزبط. يعني التزامها هنا بيخدم مصلحتها حقيقي. لكن في حال انسحاب دول ما من اتفاقيات، وده شفناه قبل كده واعتذر عنه الرئيس جو بايدن عن انسحاب رئاسة سابقة من تعهدات المناخ، ايه اللي بيكون الوضع ساعتها؟ يعني ايه اللي تعمله الأمم المتحدة في حال انسحاب الدول من نوع زي ده من الاتفاقات؟ للأسف خليني أقولك هو ده بقى الوضع المختلف دايما بين لما يجي أقول أنا بنظم بالقانون الدولي ولا القوانين الداخلية. زي ما قلنا في البداية أنا ما أقدرش أنا كأمم متحدة أن أنا أجبر الدول على الدخول في الاتفاقيات، وإنما بمجرد دخول الدول هذه الاتفاقيات وانضمت إليها لابد أن تلتزم بالأطر. إذا لو أنا حطيت في هذه الأطر أو بنسميها terms and conditions بتاعة الاتفاقيات شكل محدد فيما هذا بيتم بحثه؟ طيب لأنه احنا شفنا أنه بقلنا سنين الدول الكبرى بتتهرب من تنفيذ تعهداتها، فهل ده بيتم بحثه لتغيير مثل تلك القوانين؟ لا، احنا عندنا مثلا اتفاقية فيينا بتتعلق بالالتزامات بتاعت الدول فيما يتعلق بأنا أخرج إمتى ومخرجش إمتى، وهناك بعض الدول شكلها السياسي تغير فبالتالي بتتنصل من الالتزامات وفق السابقة. فبالتالي احنا اتفاقية فيينا قتلت هذا الموضوع. إنما بيقع علينا هنا على عاتقنا كل الباحثين في مجال القانون الدولي والشراح والدول
الكبرى التي تسعى فعلا الى تحقيق عداله وان هي بتسعى الى ان يكون في نوع من التنميه الحقيقيه. لان النهارده بتكلم عن التنميه المستدامه، هي ليست خاصه بدول ناميه او دول صناعيه، وانما هي خاصه بالدول ككل. فبالتالي لابد من التكاتف في هذا الامر، في ان احنا ازاي نضمن تنفيذ الالتزامات وعدم خروج هذه الدول من الالتزامات والتنصل منها. فبالتالي لابد من وجود اليات لده. هل في قد تكون موجوده ولكن بشكل مش المرجو ده من ناحيه، من ناحيه اخرى ده بيخلينا او بيدينا الارم ان النظام الدولي لابد من الوقفه في رؤيته تانية. انا النهارده بتكلم عن نظام دولي موجود من ساعه تحول من العصبة الامم الى الامم المتحده. لابد من قراءه هذا الامر نظرا لاختلاف كمان موازين القوى النهارده. عظيم. دكتور، الدستور هو المنهج اللي بتمشي عليه الدول بجانب بعض التشريعات اللي بتخرج طبعا من البرلمان، واحنا بنتكلم عن التشريعات في مجال المناخ. عايزين نتكلم حضرتك طبعا استاذه في القانون الدولي، ماذا قدم المشرع المصري في هذا الاطار وهل نحتاج الى مزيد من التشريعات؟ خليني أقول لحضرتك أن البيئة التشريعية والمؤسسية في مصر مواتية جدا. ما أقدرش أقول أن هي متكاملة، وإنما هي متكاملة من حيث المبدأ. إنما لابد على السلطة التشريعية النهاردة أن تسعى، خاصة بعد التوصيات اللي إن شاء الله إحنا بنأمل أنها تخرج بشكل مختلف، أن هي تضغط في هذا المجال. إنما خليني أقول لحضرتك أن الدستور المصري تحدث وأشار إلى الالتزامات على عاتق الدولة المصرية فيما يتعلق ب الحفاظ والحماية لمقدرات البيئة بشكل عام والقضايا المناخية في مصر. فأنا لدي استحقاق دستوري. تاني حاجة، أنا عندي القانون رقم 4 لسنة 94 وهو قانون البيئة، وتم عليه بعض التعديلات. هل أنا النهاردة محتاج تعديلات أخرى؟ محتاج مراجعة لهذا القانون. ليه طيب يا فندم؟ ليه ممكن أعدل؟ هقول لحضرتك. أولا، إحنا النهاردة التكنولوجيا بتلعب دور مهم جدا. أصبحت هناك بعض القضايا محتاجة رؤية أخرى. العقوبات اللي موجودة، برغم ان في عقوبات لا بأس بها جدا في هذا القانون، انما لابد من اعادة النظر لهذه العقوبات. لان النهاردة انا ما بتكلمش عن رفاهية، انا بتكلم عن must. It's must. فبالتالي ضرورة كبيرة جدا. فبالتالي لابد ان يقع على عاتق المشرع المصري والبرلمان المصري، اللي احنا بنأمل ان احنا نشوف ده في الايام الجاية، ان هي تدعم توجه الدولة المصرية في ده. ليه؟ لان السلطة التنفيذية النهاردة تبنت استراتيجية وطنية اللي هي 2050. فبالتالي ده الإطار العام أو السياسة العامة. تاني حاجة، أنا عندي الدولة المصرية من أوائل الدول التي انضمت إلى الاتفاقيات الدولية، خاصة الاتفاقية الإدارية. عندنا بروتوكول كيوتو، وبالتالي مصر بتطلع كل 5 سنين تقرير. وهنلاقي من أهم الحاجات اللي كانت مشرفة جدا إن احنا عندنا التقرير الأخير المتعلق بهذا الأمر، إن مصر كدولة برغم أنها متأثرة ومن أكثر الدول تأثرا بالاحتباس الحراري، هل أن مصر لا تساهم في الانبعاثات حتى 1%؟ ده أنا بتكلم عن 0.6 يعني 0.6. فبالتالي المشرع المصري قدم العديد، إنما بنأمل إلى أكثر. النقطة الثانية المتعلقة ب التكنولوجيا. هنا الحلول التكنولوجية النهاردة أصبحت مهمة جدا لتقليل الـ خلينا نقول من ناحية المادية أو المالية، ومن ناحية تانية أن أنا لازم أقدم حلول. لأن أنا عندي نقطتين، عندي التكيف مع الأضرار، وعندي زي ما نقول عليه البريبع، أن أنا ألحق أكون هنا إيه، مش بس متكيف، أنا كمان بقدم حلول. يعني تقصدي أنها بتساعد في تسوية المنازعات، المجابهة والمكافحة في مسألة التغيرات المناخية. بالضبط. إلى أي مدى يا دكتور تحقيق العدالة المناخية يعود بالنفع على القانون والنظام المصري والعالمي؟ هو العكس، هو المفروض أن القانون المصري يسعى إلى تحقيق العدالة، والقانون الدولي يسعى إلى تحقيق العدالة، خاصة لما أنا أجي أقول أن هناك العديد من الدول، خاصة الدول الأفريقية، بتسعى إلى التنمية. فإحنا محتاجين نخرج بفكر مختلف أو البعد، وتجنب فكرة إيه؟ منهجية الشيء الواحد. بمعنى ايه؟ بمعنى ان النهاردة انا لما باجي اتكلم عن بعض القضايا الدولية لازم انظر الى طبيعة كل منطقة. فرقم واحد، انا عندي توحيد للمفاهيم. النهاردة ما اجي اتكلم عن الاحتباس الحراري او الديكربونايزيشن، هلاقي ان كل الدول النهاردة عندها مفهوم تقني موحد. انما في الاطر التشريعية والالتزامات لابد من التوحيد علشان اقدر احقق ده. فبالتالي ردا على سؤال حضرتك اقول ايه؟ اقول ان انا عندي هنا قوانين موجودة على المستوى الوطني، موجودة على المستوى الدولي، محتاج ان انا اشير التوحيد
المفاهيم حتى يكون عندي مؤشرات واضحة أقدر يكون عندي حاجتين اسمها الترانسبيرنسي والأكاونتابيليتي أو الشفافية والمسألة. طيب. فبالتالي لا أقدر دي نقطة مهمة عايز أسأل فيها بعد إذنك، يعني هل كل التشريعات أو القوانين تصلح لكل الدول؟ لا لا طبعا، عشان أفهم بس دي، يعني إحنا قلنا إحنا وحدنا المفاهيم، وفي إطار توحيد المفاهيم نقدر كل دولة تصيغ تشريعات وقوانين بما يناسب وضعها. طبعا النهاردة حدي حضرتك مثال، الدولة المصرية دولة بتسعى إلى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية، وده احنا شايفينه ومؤشراته واضحة، سواء عن طريق استراتيجية 2030 المتمشية مع الأهداف التنمية المستدامة، ونحط خط تحت مستدامة لأنها مش أهداف تنمية استدامة، هي مستدامة. فبالتالي أنا عندي نقطتين هنا، إن أنا بعمل إيه؟ بحاول إن أنا أحافظ على الريسورسز أو المصادر وحقق تنمية في البنية التحتية. فبالتالي أنا النهاردة بعمل إيه؟ قد تبدو أن أنا عندي هنا كدولة مصرية والدول الأفريقية بتسعى إلى التنمية، فبالتالي أنا لازم أحقق التوازن في بعض الصناعات وتتماشى مع آليات تنفيذ القضايا المتعلقة بالمناخ. فأجي النهاردة أنا عندي بعض الصناعات هعمل فيها إيه؟ ده بناء قدرات زي ما كان بيطالب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ده جزء تاني متعلق جدا بناء القدرات طبعا. مع التكيف مع التمويل، صحيح، وده خلينا نقول عليه إطار عام، وده تبنته الدولة المصرية في الاستراتيجية 2050. لكن اللي يهمني في هذا الأمر إن أنا أقول إن القوانين بقى الوطنية بتتماشى مع التزامك الدولي. يعني أنا النهاردة الدولة المصرية لما النهاردة هي منضمة ومصدقة على الاتفاقيات الدولية بيكون القانون الوطني بتاعها متماشي مع هذا الالتزام. ولكن لما أنا أجي أقول أنا عايز أحقق عدالة بقى مناخية، أو أن أنا عايز أحقق تنمية اقتصادية أو اجتماعية، في هذه الحالة لازم أسعى إلى تحقيق التوازن في أولويات الدولة والتزامها القانوني تجاه المجتمع الدولي. احنا طبعا بنشكر حضرتك، شرفتينا ونورتينا يا فندم. الدكتورة نورهان موسى الباحث في المركز القومي للملكية الفكرية وأستاذ القانون الدولي، شكرا جزيلا ليك. شكرا جزيلا على وجودك معنا. شكرا لحضرتك. نروح مع حضرتكم فاصل ونرجع نكمل تغطيتنا، دايما نشوفكم على خير.